صوروها، وبعد ما صوروها فضحوها، وبعد ما فضحوها سموها مين هي؟ نيرة، طالبة الطب البيطري بجامعة العريش. ايه حكايتها وايه قصتها؟ ده اللي هنتكلم عليه لحظة بلحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا بشكر كل متابعين على اليوتيوب لدعمهم الكامل ليه على جميع الفيديوهات السابقة. ايه قصة نيرة؟ نيرة بنت ملتزمة، بنت مصلية، بتصلي الفروض في وقتها، بنت بتصلي قيام الليل وبتصوم شعبان. معقولة البنت دي انتحرت؟ ده مستحيل، تمام؟ طب ايه اللي حصل معاها وايه اللي تم معاها؟ اللي تم معاها سيد الفاضل، نيرة لها صديقة اسمها شروق، وشروق مصاحبة ولد اسمه طه، وطه ده سمعته مش حلوة. ولكن نيرة وشروق الاتنين في أوضة واحدة، لأن الاتنين مغتربين، ولكن الاتنين في أوضة واحدة. ولكن شروق مصاحبة ولد اسمه طه، وطه ده سيرته مش كويسة. نصحتها نيرة كتير لدرجة إن قالت لها اسمك بقى على كل لسان، مش هينفع ان انت تمشي مع الواد ده كتير، انت بتخرجي وتروحي معاه كتير، فمش هينفع كده. فقالت لها مالكيش دعوه، شدوا مع بعض. قالت لها هنتقم منك. قالت لها هتنتقم مني تعملي ايه؟ قالت لها هتشوفي. وبالتالي فعلا اتصلت بصاحبها. هو مين؟ طه. صاحب مين؟ صاحب شروق. وشروق طبعا من عيله واصله وعيله كبيره. المهم بدات تكلم طه تقول له عايزاك تفضح لي البنت دي. قال لها بس كده؟ ده انا عينيا، ده انت الملاك بتاعي، ده انت تأمرني امر. قالت لها طيب. قالت له طيب. طيب هو طلب بقى طه من مين؟ من شروق طلب. قال لها بس صورها لي ومالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. قالت له حاضر عينيا بس كده. خلت بزميلتها، شفتوا الوقاحه وصلت لحد فين؟ خلت زميلتها بتاخد شاور في الحمام وتلاقيها جايه مصوراها، وبعت الصوره لمين؟ لطه صاحبها. طه خد الصوره ما سماش، بسم الله ما شاء الله، يعني نزلها على جروب الكليه على الملا. فبدات بعض الناس تشك في مين؟ في نيره رحمه الله عليه الشهيده ان شاء الله، بدات تشك فيها. فواحدة صاحبتها بتقول لها يا نيرة انت لو بتعملي حاجات زي دي تقولي لنا، يعني انت لو بتعرفي شباب، انت لو بتتصوري صور خليعة بتعملي كده قولي لنا. قالت لها لا انا ماليش في الكلام ده والحمد لله. قالت لهم طب الحل الوحيد ان انت لازم تعتذري على الجروب الرسمي بتاع الكلية. طب اعتذر على ايه؟ انا ما عملتش حاجة اساسا، اعتذر وخلاص. المهم شروق دي جبروت شوية، غيورة، حقودة، عندها حقد، ولكن مش ده موضوعنا. موضوعنا ان نيرة مرة واحدة توفت، فخلاص بدأت دفنوها وغسلوها. بيسألوا امها يا بنتي كان فيها حاجة؟ قالت لهم لا انا بنتي كانت زي الفل مفيش اي مشكلة فيها. بدأت امها تبحث على الموضوع، بدأت تاخد التليفون بتاعها توصل ايه اللي حصل وايه اللي تم. بدأت تلاقي شات بينها وبين زملاتها، طب معلش اصل البنت دي وحشة، اصل البنت دي مش عارف ايه، اصل 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 اصل. بدأت امها تفتح الموضوع، راحت لوكيل الكلية، بتكلم وكيل الكلية بتقول له بنتي وفاتها مش طبيعية. قال لها يعني؟ قالت لها انا شفت شات بينها وبين واحدة اسمها شروق، وانا شاكه ان شروق دي هي السبب في موت بنتي. قالت لها بنتك ميته منتحره. قالت له بنتي بتقيم الليل، بنتي بتصلي، بنتي بتزكي، بنتي بتعمل كل ما يرضي ربنا، هل يعقل ان في واحده تعمل كده تروح تنتحر وتموت كافره؟ قال لها لا انا ما اعرفش. قالت له خلاص انا عايز احقق في موضوع بنتي مع زميلتها شروق. يقول لها ايه؟ انت مجنونة؟ انت عارفة شروق دي مين؟ ده اهلها واصلين خالص، انا ما اقدرش على الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل. وماتت نيرة، وما زلنا لحد دلوقتي رجال المباحث بتحقق في الجريمة، واتضح ان والد شروق
ظابط وتم ايقافه عن العمل، وانا من هنا بقول هو ملوش ذنب انه يقف عن العمل. يعني انا مفيش اي قانون بيقول انه يقف عن العمل، ولكن ده اللي شايفه القضاء واللي شايفه النيابه. اللهم ارحم نيره وادخلها جنات النعيم. ما تنساش الله يكون الاشتراك. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.